السلام عليكم متابعينا الكرام. النهاردة معنا معلومة سريعة بس مهمة جدا، وهي متعلقة بكيفية إيقاف السيارة الأوتوماتيك بطريقة صحيحة تخليك تحافظ على ناقل الحركة اللي البعض بيسميه الجير أو الفتيس، وبدون ما تسبب ليه أضرار. بعض قائد السيارات لما بيجوا يركنوا السيارة، يعني خلص المشوار بتاعه وخلاص هيركن السيارة وهيطلع بيته أو يطلع شغله أيا كان، يعني المكان اللي هو رايحه، بينقل من الدرايف مود الى الباركينج مباشرة بدون ما يرفع الهاند بريك او يدوس على الفوت بريك او الامرجنسي بريك ايا كان يعني اللي موجودة في سيارتك. بيجي بعد كده عشان يحرك السيارة، سواء بعدها بفترة قليلة في نفس اليوم او تاني يوم الصبح، بيجي يحرك من البي يرجع الار او عشان يوصل على الدي، فبيلاقي فيه صعوبة في تحريك الجير، ولما بيجي يحركه بيلاقي فيه صوت زي ما حضراتكم شايفين كده. الصوت ده طبعا بيطلع اكتر لما تكون السيارة متوقفة على منحدر او متوقفة في مطلع، بيبقى صوت زي ما يكون يعني بيسموه البعض يعني طقة او عضة او ناتشا، يعني على حسب مكان التسمية بتاعتها، يعني بيبقى صوت أشبه بصدمة قوية. السبب في ذلك إيه بقى؟ السبب في ذلك إن أنت لما بتنقل من الدرايف مود إلى الباركن مباشرة بتخلي حمل السيارة كله متعلق على الجير وقت التوقف، وده طبعا بيؤدي إلى تآكل تروس الجير أو الفتيس مع مرور الوقت، وبتضطر طبعا ان انت تذهب لفنيين بعد ذلك عشان اصلاح العطل، وده بيستلزم فك الجير او الفتيس من الداخل لتغيير الجزء المتآكل او المكسور. طبعا لو انت وقفت العربية على مطلع وجربت ان انت تحرك عصا الجير بالعافية، هتحس انت نفسك، هتحس قلبك هيوجعك، يعني لما تحس انت بالصوت بتاع الطقة دوت، تمام؟ طبعا هيبقى صوت اوضح واقوى كتير جدا، انت تحس ان زي ما يكون الجير اتكسر. طيب ايه الحل؟ افضل طريقة هي انك بعد ما توقف خلاص، انت كنت في مشوار بتاعك وقفت دلوقتي على يعني دوست فرامل، تمام، فرامل اللي هي البريك العادية، وانت عدي لسه، تمام، بتجيب الجير على الان، ما بتجيبوش مباشرة على الباركن، وبترفع الهاند بريك او بتدوس على الفوت بريك للاخر خالص، وبعد كده بتحرك عصا الجير من الان تجيبها على البي. لما بتيجي تحرك الجير بعد كده بتلاقي الدنيا سهلة ان شاء الله، وما بتلاقيش فيه الصعوبة اللي كانت بتواجهك الاول. في بعض الناس مش مقتنعة بالطريقة ديت وبتقول ان هي مش بتفرق، بس في الحقيقة وعن تجربة الانتقال الى النيوترال اولا ثم رفع الهاند بريك او ان انت تدوس على الفوت بريك ما بيخليش فيه صوت الاحتكاك او الصدمه او الطقه او العضه ايا كان تسميتها في بلدك، ما بيخليش الصوت دوت موجود. فلو انت من انصار نظريه ان الموضوع دوت مش مهم، جرب تقف بالسياره بتاعتك في مطلع مثلا وانقل مباشره من الدرايف مود الى الباركن بدون ما ترفع فرامل اليد، هتلاقي فيه صوت صدمه قويه جدا جدا في نقل الحركه، وفعلا هتحس ان هو اتكسر، يعني فعلا انت هتنزل تبص هتبقى خايف جدا ان يكون الجير اتكسر. انت لما تحمل السيارة بتاعتك على الفرامل فانت بتريح الجير، الموضوع كله ما بياخدش ثانية، وفي النهاية الموضوع بايدك، والتوصية اللي احنا بنقولها مش هتاخد منك اكتر من ثانية في تطبيقها. نتمنى ليكم السلامة جميعا. لو استفدتوا من المعلومة سجلوا اعجابكم بالفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا على المتابعة.